القايمة اللي بتمثل تلت البرلمان، وهذا التنوع في الاختيار ما بين الأحزاب اللي اتكلمت عنه، يعني لو تشرح لناخبين قاعدين في البيت وهيروحوا يدوا صوتهم، آلية تكوين هذه القائمة أو بمعنى أدق فلسفة تكوين هذه القائمة. طيب زي ما قلت لحضرتك، هي في الأول وفي الآخر توافق على محددات معينة، يعني كل هذه الأحزاب اجتمعت مع بعضها. يمكن إحنا هو في 11 حزب، هو تحالف انتخابي فقط، هو تحالف انتخابي، ما ده اللي قلته لحضرتك، ان انت بتتفق على ثوابت معينة، ده تحالف انتخابي لإنجاح يعني العرس الديمقراطي والدستوري. اختلاف بقى الايديولوجيات والاراء ده امر تاني، يختلفوا او يتفقوا فيه داخل مجلس الشيوخ او المجالس القائمه، ده امر اخر. لكن انا النهارده لما بتكلم على فكره تكوين هذه القائمه وكمتابع من خارج، يعني انا ما كنتش مشارك في يعني انشاء هذه القائمه بهذا الشكل، لكن طبعا احنا كتنسيقيه مشاركين في هذه القائمه، لكن يعني الكل توافق على فكره الحفاظ على الدوله المصريه وانجاح يعني العرس الديمقراطي. فبالتالي توافقت هذه الاحزاب. طب هل ده معناه ان الاحزاب اللي ما انضمتش الى هذا التحالف هي احزاب يعني عندها اشكاليات؟ بالعكس، قد يكون يعني الاختلاف في وجهات نظر معينة، لكن أعتقد أن برضو بعد ما شفنا يعني الإعلان عن هذه القائمة، شفنا أحزاب عديدة جدا بتدعو إلى إنجاح هذه القائمة، بتدعو إلى إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ، بتدفع بمرشحيها في الانتخابات الفردية. يعني هذا التحالف الانتخابي يعني أتمنى أنه هو يتسع أكثر في انتخابات مجلس النواب القادمة، وأتمنى طبعا أنه هو يتسع لفكرة إنجاح 56 ألف مرشح في انتخابات المحليات. يعني أتمنى أن تزيد القاعدة في هذا التحالف بالشكل اللي يسمح بتمثيل كل القوى السياسية.